من قناة الجديد مساء الخير. في عناوين هذه النشرة: قادة المحاور على مكاتب قادة الأمن إذانا بانطلاق المرحلة الثانية من خطة طرابلس الأمنية. رئيس الجمهورية عن إعلان بعبدة: لا مجال لنقضه، بل العودة، يجب العودة إلى البيت اللبناني. شهر على اختفاء سمير كساب ورفاقه، ولا أحد يسأل سوى الزملاء. أنا بحب أنه يرجع سمير بالسلامة، بس ما بدي أقول أكثر من هيك. في الخاص مع زيدان والسنيورة يصبح نهر الأول ملكا خاصا لا عاما. نهر يعني تعودت صيدا أن تستفيد منه. قارة بيد الجيش السوري ومعارك القلمون على بعد أقل من 10 كيلومترات عن حدود عرسان اللبنانية. ملف بنك المدينة يعود من البوابة المصرية، باسل قليلات في التخشيبة. وفي النشرة: أجبرت طفلها على شرب البنزين وأضرمت به النار. تفاصيل هذه العناوين تتابعونها في النشرة بعد قليل.